نرجع نكمل الكلام عن الزراعة ونتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن القمح وصوامع الاستلام والتجميع للقمح. عليها إقبال كبير السنة دي من قبل المزارعين لتوريد المحصول المحلي. لحد دلوقتي الصوامع والشون اتسلمت 3,900,000 طن ولسه موسم القمح شغال. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين. صباح الخير عليك يا فندم. و مسألة انه الموسم ده ما شاء الله يعني التوقعات يعني كانت يمكن كبيرة على محصول القمح، لكن اللي بيحصل دلوقتي هو يعني انه فاق كل التوقعات وزيادة في نسبة الانتاج. فهل ده بيرجع للحوافز اللي اتعملت للتوريد مثلا للفلاحين؟ احنا بنتكلم في حافز استثنائي سنة دي 65 جنيه. مسألة يعني كمان الضبط اللي حصلت اللجان اللي بتنزل علشان يعني حملات على الاراضي الزراعية لكل اللي ما سلموش وما وردوش محصولهم، لو حضرتك تحطينا في الصورة. صباح الخير عليك يا استاذ هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في الكرام كل مصر. بالطبع زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان احنا وصلنا دلوقتي 3.9 تقريبا مليون طن توريد، فالكلام ده فعلا بالفعل، ودخل صوامعنا ودخل تخزين الشركات اللي هي المسوقه، الجهات المسوقه الاربعه، الشركه المصريه القابضه للصوامع، وشركه القابضه للصناعات الغذائيه، والشركه العامه للصوامع، والبنك الزراعي. بالفعل في اقبال. بالنسبه طبعا السعر ده كان متفق عليه قبل الزراعه، وكان قبل زراعه القمح، يعني السعر ده كان نازل من شهر 11، بالاضافه الى الحافز اللي قدمه فخامه رئيس الجمهوريه 65 جنيه لكل طن تشجيعا للمزارعين على توريد الكميات التي لديهم. وحاليا ما زالت مراكز التجميع والشون، واللي هي احنا حاليا بنخلي برضو يعني الدكتور علي المصلحي عمل 450 موقع على مستوى الجمهوريه فيهم نقاط تجميع كتيره. نقاط التجميع دي عباره عن نقطه باخدها قريبه للمزارع عشان ما اخلوش يتحمل. صحيح، ويمكن الفلاحين كانوا بيشتكوا من ده ان نقاط التجميع قبل كده كانت اقل. لا، هي زادت السنه دي، معالي الوزير زودها وخلاها قريبه من كل مزرعه، والنهارده بيورد فيها، واحنا بننقل على حد تكلفه النقل دي على حساب الدوله. بننقل القمح من نقاط التجميع دي عشان ما نسيبوش فيها في العراء كده ولا بتاع، بنوديها الى اقرب صومعه. عظيم. باشمهندس، انا عايز اتكلم مع حضرتك عن المشروع القومي للصوامع بشكل عام. قبل كده كان التخزين في الشون الترابيه، واحنا عارفين الشون الترابيه واللي كانت بتعمله الشون الترابيه في المحصول. عايزين برضو نوضح للناس اكتر ان الصوامع فادتنا بايه. لا، الصوامع فادتنا كتير يا فندم، يا استاذ محمد، فادتنا كتير قوي. النهارده انت كنت بتسيب القمح ده في الاماكن، كان بيبقى في حاجه، في فرق بين نقطه التجميع اللي احنا بنتكلم عنها، اني بجمع فيها وبعد كده بنقل الى صومعه قريبه منهم. لكن كان الاول يفضل القمح مخزون في هذا المكان طول الموسم، وانا باخد منه، فكان في العراء متساب للطير ومتساب للاتربه والكلام ده كله، فكان يبقى فيه هدر او فاقد ما يعادل 10 الى 15%. يعني لو احنا بحسبه بسيطه حسبنا وقلنا ان انا باخد في السنه كل 10 مليون طن مثلا، هيبقى في مليون طن فاقد بكم مليار دول؟ ب 5 6 مليار جنيه. فالصوامع دي النهارده الفاقد فيها يكاد يكون 1% ان لم يكن، يعني ممكن يكون زيرو الفاقد. بالاضافه الى انه الصوامع بتحفظ المحصول بقيمه جيده، يعني بيفضل قيمته جيده طوال يعني انا ممكن اخزن داخل الصومعه من مده 12 شهر الى 18 شهر، يعني بتصل مده التخزين الى 18 شهر. ليه؟ لان القمح بيعالج اول باول داخل خلايا، يعني لو في درجه حراره زادت بتديني الارم ان في هنا هاي تمبريتشر، فابتدي اشغل الهوايات او الهوايات تشتغل اوتوماتيك. في متابعه، مش بنسيبه في صومعه كده وخلاص. لا لا يا فندم، ده باخد عينات كل فتره، هل في اصابه لا قدر الله ولا لا، لو في اصابه ببتدي ابخر. طب يا باشمهندس، عايز اعرف من حضرتك اكبر صوامع عندنا سعه هي بتشيل كام طن وموجوده فين؟
لا، في صوامع موجودة 90,000 طن دلوقتي، يعني في صوامع موجودة 90,000 طن، في برج العرب في 90,000 طن، يعني منتشرة في صوامع الشركة المصرية القابضة في 90,000 طن، ما عدا صوامع المواني. يعني في المواني في 100,000 طن، صوامع المواني اللي بنستقبل فيها القمح المستورد ده بيبقى ساعتها التخزينيه 100,000 طن، يعني عندي السفاجه 100,000 طن، اسكندريه 100,000 طن، لكن في صوامع كتير 90,000 طن في الشركه المصريه للقبضه، زي برج العرب وزي تقريبا كينج مريوط، في صوامع برضو 60,000 طن في الترامسه وفي المراجده، شوفي في جنوب الصعيد والمفلسه في اسوان دي بيبقى 60,000 طن وكده يعني. فالحمد لله رب العالمين عندنا ساعات تخزينيه تعادل 3.6 مليون طن، فمع التداول بتوصل، يعني مع التداول انت الكميه ما بتتخزنهاش على طول، بتدخلي الكميات وبعد كده تتداوليها، فممكن نعمل دوره او دورتين على مستوى الصوامع دي، يعني تديكي في الاخر 9 مليون طن او 10 مليون طن. عظيم، ده كده بتكفي المستورد وفي نفس الوقت الانتاج المحلي كمان. بالظبط يا فندم، بالظبط. احنا دلوقتي احنا قاعدين في الموسم شغالين، وعندنا مستورد وعندنا محلي، وما زال الساعات التخزينيه، في بعض الساعات التخزينيه فاضيه يعني لسه ما اتملتش. فالحمد لله رب العالمين، وبرضه بطمن الشعب المصري بالنسبه لمخزون القمح موجود عندنا حتى شهر يناير، يعني نقدر نطحن لغايه شهر يناير رغم الازمه الاوكرانيه الروسيه لم تتاثر بها مصر، وده ياتي من النظره او الرؤيه الثاقبه المستقبليه لفخامه رئيس الجمهوريه والقياده السياسيه، عملوا حساب ان لازم يكون عندي ساعات تخزينيه على الاقل تكفي لمده 6 شهور، والله الحمد احنا واقفين على رجلينا والحمد لله. وبرضه عددنا المناشئ بالنسبه للاستيراد، حاليا احنا عندنا قمح من بلغاريا، وعندنا قمح من رومانيا، وعندنا قمح من فرنسا، وعندنا قمح من مناشئ متعدده يعني. طيب يا باشمهندس، المخلفين اللي ما تمش دلوقتي لحد دلوقتي توريد القمح رغم حصاده، ازاي بيتم التعامل معاهم من قبل اللجان المشتركه من التموين والزراعه، وايه اسبابهم؟ يعني لما بتتكلموا معاهم ايه اللي بيحصل؟ حضرتك القمح ده في قرار وزاري صدر من وزير التموين، فيه الاول انذار للمزارع اللي لم يورد، يعني كل جمعيه زراعيه عارفه حضرتك مثلا محيزه بفدان بتبلغه بتقول له ورد 12 اردب للفدان عشان هيبقى عليه عقوبه، لان في القرار موجود ان ان لم يورد هيتم عمل محضر تصرف او محضر تبديل، وده غرامته 1770 جنيه للفدان. هل عندنا عدد محاضر معين تم حصرهم؟ لا، ده ممكن يتعرف في وزاره الزراعه، يعني ده مش تخصصي. طيب باشمهندس، وسريعا، اول ما القمح بيدخل الصوامع ايه المراحل اللي بيمر بيها لحد ما يوصل في النهايه الى الصومعه؟ بص يا فندم، قبل ما القمح يدخل الصومعه باخد عينه ادخلها المعمل اطمئن على سلامه القمح اللي داخل. نمره واحد، يعني في قلم عينات باخد بيه عينه وادخلها المعمل اطمئن على سلامه القمح اللي جاي، ان هو نظيف ما فيهوش شوائب، وجودته والكلام ده كله بتمم عليه من خلال المعمل، في مواصفات قياسية عندي. نمرة اثنين، بتخش العربية توزن على الميزان، توزن فارغ مليان، يعني بحمولتها بالعربية الفارغة والحمولة، نطرح وزن العربية. مظبوط، بالضبط. ده بعدين بعد ما يفرغ، وبعد كده بيدخل القمح يرميه، يعني يفرغه في طرق تفريغ إن لم يكن العربية أو السيارة المحملة بالأقماح بها قلاب، يعني بتقلب في قلاب نفسه على الهوبر، بيرفع العربية ويقلبها. تمام. بعد كده بستقبل ده على نواقل أفقية أسفل الهوبر. النواقل الأفقية بتنقله إلى نواقل رأسية، النواقل الرأسية بتنقله لأعلى نقطة في الصومعة إلى ناقل أفقي ثاني بيبقى فوق الصومعة، فوق الخلايا. عظيم. نشكر حضرتك المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين.